تاني والجوكر بيحقق مليون مشاهدة بالتراك التالتة ممكن. ايه الموضوع ده يا جماعة؟ طبعا حضراتكم اكيد عارفين فن الراب اللي بقى منتشر ما بين للأسف ولادنا في المدارس وعلى السوشيال ميديا، كل الجيل الجديد بيغنيه تقريبا يعني، وبقى يعني له نجوم معروفين في مصر بيتصدرهم ما يسمى بالجوكر وأبي يوسف وغيرهم، وكل واحد طبعا من دول له الفانز بتوعه وبيحققوا ملايين المشاهدات على اليوتيوب والمنصات التانية. طيب في فن الراب في حاجة كده اسمها الدس، وهي يا رب كنا صح يعني، وهي ان مغني الراب يقلل من قيمة مغني الراب التاني اللي بينافسه، بل وممكن يعايره، والموضوع ساعات بيطول العرض والشرف والعياذ بالله للأسف الشديد. الغريب بقى يا جماعة ان الجوكر وأبي يوسف كانوا أصحاب زمان، ودلوقتي بقوا أعداء جدا جدا وبيجيبوا في سيرة بعض على الملأ كده. من كام يوم الجوكر عمل أغنية بيقلل فيها من خصمه لسه قايلين اسمه أبي يوسف، وحصلت خناقة كبيرة جدا بين كل سكان حي الزمالك اللي منه أبي يوسف وبين سكان حي شبرا اللي منها الجوكر طبعا على السوشيال ميديا، لأنه على الملأ بيقول فيما معناه يعني إن اللي في حي الزمالك دول ناس مضحوك عليها ومش رجالة، واحنا كشبرا تعالوا تعلموا مننا الجدعنه والرجول، وكلام من هذا القبيل يعني. لحد ما بقى في صراع او نار تحت الرماد ما بين المكانين دول او المدينتين دول، فالمراهقين بقى بتوع شبرا لما بيشوفوا حد من بيسموهم التوتو بقى بتوع الزمالك فبيتنمروا عليهم وبيشتموهم. طيب والمراهقين بتوع الزمالك لو شافوا حد من بتوع شبرا ياي عليهم ممكن يضربوه، والحكايه كده ايه يعني حصلت كتير جدا، وده اللي خدناه للاسف من الراب والدسات. طيب الحقيقه ده عمل ازمه كبيره جدا، والواحد مستغرب جامد جدا، هو ده اللي بقى الشغل الشاغل سواء للمراهقين او للشعب المصري بشكل عام، هو ده اللي انتوا بتشغلوا وقتكم بيه، هو ده اللي خلاص بقت هي دي المشاكل اللي بتحصل ما بين الناس عشان خاطر الجوكر وابي يوسف وبتاع. والله العظيم اول مره اعرف اسمائهم، لولا ان احنا جايبين انا اعرف ان في خناقه بين اتنين بتوع راب، لكن اسمائهم انا لسه عارفاهم النهارده. انت اسمعي كمان الكلام اللي بيتقال في الاغنيه هتحسي ما هذا إيه ده؟ ما هذا الغراء، إيه التهريج والسفه والتجاوز واللا اخلاقيات اطلاقا الموجوده في الحاجات دي. ونطلع نقول هو الجيل ماله يا ولاد عامل كده ليه؟ العيال مالها ما فيهاش اخلاق كده ليه؟ طب ما تشوفوا هم بيسمعوا ايه؟ طيب خلينا نشوف الازمه دي.